عليا مجد لخالق السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإننا في هذا اليوم نعيش اليوم الوطني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوما سعيدا لبلادنا ولقادتنا ولأهل بلادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليها بقيادتها إلى ما فيه سعادتها وإلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا. ولا شك أن جمعية الدعوة بالحمراء بجدة، هذه الجمعية هي جمعية دعوية جعل الله فيها الخير وجعل الله فيها والحمد لله الاستجابة من مجموعة كبيرة ممن ليسوا مسلمين، فأصبحوا والحمد لله إخوة لنا معشر المسلمين، كانوا أسلموا وحسن إسلامهم والحمد لله صاروا من أهل الملة الحنيفية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يوفق القائمين على هذه الجمعية بدعوتهم وتهيئة أمورهم نحو ما فيه خيرهم في حياتهم الدنيا وفي الآخرة. وبالمناسبة، فإن الجمعية تغتنم مناسبة هذا اليوم الوطني لتهنئ قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يجعلهم ظلا ظليلا لهذه البلاد ولأهلها خاصة ولجميع إخواننا المسلمين في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يتقبل ما يقومون به من أعمال خيرية خاصة وعامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا اليوم على بلادنا أعواما عديدة وهي في حال من الرفاهية وفي حال من الرخاء وفي حال من السعادة وفي حال من شعورها بواجبها نحو بلادها خاصة ونحو بلاد المسلمين عامة، وأن يجعلها مهيئة التهيئة الكاملة لخدمة الحرمين الشريفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. ولا شك أن جمعية الدعوة بالحمراء بجدة هي في الواقع تشعر بمشاعر بلادها نحو العمل على ما تسعد به البلاد وعلى ما يسعد به من هم في حاجة إلى خدمتها فيما يتعلق بالإغاثة، فيما يتعلق بالإعانة، فيما يتعلق بالتوجيه والتبصير، فيما يتعلق بالمحافظة على ما تم لها من أعمال مجيدة في سبيل دعوة من استجاب إليها ممن كانوا غير مسلمين فأصبحوا مسلمين إخوة لنا. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازينهم. ولا شك أن الجمعية تؤكد تفانيها وتفاعلها مع بلادها فيما يتعلق بعمل ما من شأنه أن يكون محض خير ومحض تفاعل في أعمال الخير وفي المنافسة مع إخوانهم القائمين بالجمعيات الخيرية الأخرى في سبيل التنافس فيما ينفع الإسلام والمسلمين عامة وبلادنا خاصة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.